كثير من الأزواج يذهبون للمسجد للإفطار مع أصدقائهم وترك مع عائلتهم طيل شهر رمضان وكثرة الشكوى من الزوجات والأولاد. أنا والله متعاطف جدا مع الزوجات والأولاد، وأحب أن تعم فرحة رمضان بيوت المسلمين، وأن الزوج الذي يستمتع وحده طوال شهر رمضان بالأنس مع أصدقائه ومع رفقته ويترك بيته وأولاده من ورائه، إحساسه بالمسؤولية يحتاج إلى مراجعة. أنت الفرحة التي تدخل على البيت، أنت البسمة التي تشرق في جنبات البيت، وينبغي لأهلك أن يستشعروا دفء وجودك بين أظهرهم، لا سيما في هذه الأيام المباركة. يا رعاك الله، المرأة لا تعيش على اللقيمات فقط، يعني ترمي لها لقمة وتمشي، هذا تفعله مع الكلب الذي تضعه في الباك يارد، أنت ترمي له طعاما، ومع القطة الموجودة في البيت، وزوجتك ليست بكلب ولا بقطة، إنسان له مشاعر وعواطف وأحاسيس، فلا بد أن تشعرهم بوجودك وأن تسبغ عليهم من عواطفك ورحمتك وحنانك وحبك ما يستشعرون معه نعمة الحياة الزوجية، حتى لا ينتهي بك الحال إلى تصحر عاطفي وتصحر وجداني. يا رعاك الله، فتندم بعد أن يفوت الأوان وتغترب عن أولادك وتستجدي عواطفهم في المستقبل فلا تجدها. الصيف ضيعت اللبن، يداك أوكتا وفوك نفخ. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه ابنته فاطمة يقوم إليها يقبلها يرحب بها يخلي لها مجلسه ليجلسها فيه مرحبا بابنتي، لتتزوق حلاوة إقبال الأب على ابنته وإسباغ محبته وحنانه وعطفه عليها صلوات ربي وسلامه عليه. فإشعار أهلنا بالاحترام وبالمحبة وبالتقدير وبالمودة مسألة مهمة جدا من أجل عافية النفسية ومن أجل صحة النفسية ومن أجل لا نترك فراغات نفسية تملأها العلل والأمراض والأوبئة، ونبحث عن أدوية مضادة للاكتئاب وتنقلب الأمور رأسا على عقب. أنا أتفهم يوم تطلع مرة في الأسبوع مرة كل عشر، إنما الشهر كله برا سيب البيت يظلم بدونك، لا يا رعاك الله، ارجع عن هذا. بارك الله فيك وأسعد أهلك وأسعد أولادك، فإن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وانتهى الوقت أحبتي، فنتابع في الغد إن شاء الله.